السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المستمعين والمستمعات. سمعتوا هذه أول واحدة، كنت أبغى أقول السلام عليكم بالأول، قلت ما أدري الصوت جاهز ولا لا. حياكم الله من جديد، هذا برنامج المنصة يأتيكم كل يوم من الأحد للأربعاء من الساعة 10 إلى 11، معكم حسام الحارثي وزميلي جابر العميري. نمسي عليكم بخير ونحييكم، حياك الله يا جابر. مسي عليك حسام وعلى السادة المستمعين، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله اليوم تكون حلقة مثيرة وثرية إن شاء الله. أكيد يعني هو عندنا زي ما تقول اللي هي ملفين رئيسية اليوم راح ناخذ ونعطي فيها كذا ونشوف إيش اللي حاصل معهم، خصوصا أنها يعني تعتبر موضوع ساخن وهام وكثير من الناس تتكلم عنه هاليومين. يعني بس قبل نحرق المواضيع، خليني بس أذكر السادة المستمعين اللي حابين يشاركونا الليلة بآرائهم في حلقتنا على هاشتاج المنصة بتاع المربوطة على تويتر أو بمنشنة الحساب الخاص بالإذاعة @@FM. كمان عندكم أرقام التواصل، أرقام التواصل موجود عندك جابر؟ طبعا أرقام التواصل 012-61-61-100 و011-21-7-85-85. الحين عناوين؟ طبعا نروح للعناوين على طول. عناوين المنصة: قضاة الملاعب ظالمين أم مظلومين؟ والله اخترنا. في ضيف المنصة عمر المهنة يجيب على استفساراتنا بعد قليل. عبد الإله مؤمنة: كرة القدم روح، واللي حدث أمس أمر مؤسف جدا. عطيف الشباب: رباط صليبي والمغربي سليمة. أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، رحب فيكم مرة أخرى في برنامج المنصة. أنا جابر العمير من خلف المايك وزميلي حسام الحارثي، نرحب فيكم. خلينا نرحب في ضيفنا الأستاذ عمر المهنة أبو عبد العزيز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي. مساء الخير أبو عبد العزيز. حياك الله. السلام. أستاذ عبد العزيز، خلينا احنا ندخل على طول طبعا في موضوع التحكيم ولجنة التحكيم. كيف انت كرئيس لجنة أستاذ عمر تقيم رغم الاختلاف الكبير اللي موجود خلال الجولات السابقة في أداء الحكام؟ طبعا انت عارف الاتحاد السعودي ولجنة الحكام اقامت معسكر كانت نتائج معسكر بالشكل جيدة جدا. برضو المباريات يعني خلنا نقول كانت بالشكل برضو الجيدة، إلى بعض المباريات كانت جيدة جدا، ولكن بعض الأخطاء، ومع الأسف أن يعني ممكن أنت تقود مثلا 6 مباريات 7 مباريات بالشكل جيد جدا وتجيك مباراة تقلل من هذا التقدير، ولكن يعني خلنا نقول بعض المباريات كان فيها بعض التقديرات الخاطئة من الحكام، ولكن نتمنى إن شاء الله في الجولات القادمة تكون بالشكل الجيد جدا إن شاء الله. جميل. طب أستاذ عمر، وإحنا نتحدث اليوم إذا عن خطأ واحد مثلا إذا حصل يضر بمسيرة طويلة من النجاح أو نجاحات الحكم السعودي، اليوم كيف شايف يعني مستوى الثقة عند الشارع الرياضي مع الحكم السعودي، خصوصا مع الأحداث الأخيرة اللي حاصلة اللي ما تخفى على أحد، وصار كل ما يتم الإعلان عن أسماء في ناس تواجه بالرفض وملاحظات حتى من قبل لا يبدأ الحكم مهامه؟ هو بدون شك أفضل شيء الثقة مطلوبة طبعا، سواء الثقة في الحكم نفسه أو من الشارع الرياضي أو من مسؤولين الأندية أو من اللاعبين، ولكن بكل أمانة يعني البعض فقد ثقة في الحكم السعودي. نتمنى إن شاء الله أن تكون المباريات القادمة بالشكل الجيدة إلى جيدة جدا من الحكام السعوديين، ولكن إحنا عندنا موضوع يعني أنا لا أبرر الأخطاء، في بعض الأخطاء، ولكن يعني التعاطي أخطاء الحكام السعوديين مع أخطاء الحكام الأجانب ما في التعاطي العادي. لما يخطي حكم سعودي تتفسر أخطاء متعمدة، تتفسر أن هذا الحكم يشجع الفريق الفلاني، ولما يخطي الحكم الأجنبي
تتفسر ان هذا خطا من جزء من اللعبه. عشان كذا اتمنى ان التعاطي مع الاخطاء سواء الحكام السعوديين او الحكام الاجانب يكون بالتساوي. جميل استاذ عمر ابو عبد العزيز انه الاعتراف، انت كرئيس لجنه تعترف، وامر شيء جميل يعني بالنسبه للشارع الرياضي وبالنسبه للاعلام. لكن السؤال يبقى، هذه الاخطاء يعني متكررة دائما، في بعض خليني البعض يقول انه في اخطاء بدائية، يعني اخطاء ما مفترض انها ما تحدث. يعني المشكلة انت من وجهة نظرك الان، رأي الحكم الساحة هو الملام الاول في المباراة، هل هناك يعني اشتراك يكون؟ طبعا انتم بالنسبة لكم تعاقبون الحكم حكم الساحة، أم أنه حتى الرجل المساعد طاقم كله؟ شوف طبعا أنا من مؤيدين عقوبة الحكم، ولكن ضد إعلان عقوبة الحكم. ولكن إحنا إذا الحكم أخطأ ما راح نعاقب الحكم المساعد، أو الحكم المساعد إذا أخطأ ما راح نعاقب الحكم. يعني وبرضو مش كل حكم يخطي بنعاقب، احنا نعاقب على الاخطاء المؤثرة، ولكن اذا انت بتعاقب اي حكم يخطي بتجي في الجولة العاشرة والجولة 11 ما راح تحصل حكم، لان الاخطاء موجودة، ولكن اهم شيء الاخطاء انها ما تكون مؤثرة. طب السؤال هذا اللي انتم ما بتعاقبوا اي حكم، او ممكن كثرة عقاب الحكام لا يفقدكم عدد كبير، هذا تخافوا منه يعني؟ لا يا استاذ، احنا نعاقب الحكام ولكن ما نعلن العقوبة. ولكن العقوبة ما تكون أي حكم يخطي مثلا في والله في رمي الثمات، أو مثلا عدم انذار لاعب، أو حاجة تتعاقب. أنت بتعاقب الحكم لما يخطي وتكون الأخطاء مؤثرة، ولما تكون الأخطاء يعني تغيرت نتيجة مباراة، هذا اللي أقصد. ولكن لما يخطي الحكم رايح يتعاقب الحكم، لما يخطي الحكم مساعد رايح يتعاقب الحكم مساعد. جميل. طب أستاذ عمر، أنا في نقطة يعني حقيقة تلفتني كثير وتهمني، مسألة تحضير الحكام، خصوصا نحن نعرف أنه الحكام هم متفرغين، يعني هم عندهم أعمال إما نهارية ومشغولين وكذا، ويقومون بالتحكيم يعني على خلينا نقول يعني زي الشغلة الثانية. الحكم السعودي إيش قاعد يحصل من اللجنة اليوم في الاتحاد السعودي من أمور تساعده على أداء مهمته، بعيدا عن المحاضرات النظريه يعني في حصص لياقيه معينه في كذا، خصوصا انه النقطه الخاصه باللياقه الحكم السعودي في الفتره الاخيره كمان قاعده تتردد كثير، وهي ملاحظه عند كثير من المتابعين في المجال الرياضي. لا، هو موضوع ان الحكم ايش بيحصل، لا انت لا تنسى ان الحكم حاضر، ما في عندنا حكم محترف عشان نقول، ولكن صح لما مثلا بيحكم مباراة طبعا بيحصل إجازة من عمله، سواء يوم المباراة أو بعد أو اليوم الثاني، طبعا يعني مقارنة بيحصل مكافأة ما قبل المباراة وما بعد المباراة يوم. سم؟ ما قبل المباراة يوم وبعد المباراة يوم، هذا اللي أيوة هذا إيه؟ خاصة إذا كان في أثناء الدوام الرسمي طبعا. هذا من نفس الاتحاد، من نفس الرئاسة. الموضوع المكافأة، طبعا المكافأة مقارنة بالسابق، مكافأة يعني بالذات في دوري عبد اللطيف الجميل، أنا أتوقع أن المكافأة اعتبرت جيدة جدا، خاصة أن يعني إذا انصرفت طبعا. عشان كذا في بعض الأمور في بالشكل الجيد، خلنا نقول كمكافأة بالشكل، تعتبر دوري عبد اللطيف الجميل بالذات تعتبر بالشكل جيد جدا. ولكن زي ما قلت لك ارجع واقول لك موضوع ان اللياقه البدنيه، لا عندنا حكام لياقتهم بشكل جيد جدا، يعني برضو احنا لا نعمم على مثلا واحد يكون مثلا لياقته غير جيده ولا اثنين، لا نعمم على جميع الحكام، ولكن احنا نتكلم عن نتائج الاختبارات اللياقه البدنيه سواء في المعسكر الخارجي او المعسكر الداخلي، النتائج كانت بالشكل جيدة جدا، وفي بعض الحكام نتائجهم كانت بالشكل ممتاز. احنا لما نتكلم بصفة عامة وليس مثلا واحد او اثنين او ثلاثة، لما مثلا عندك والله 50 حكم، لما مثلا واحد او اثنين ما ينجحون،
تعتبر نتيجة جيدة جدا. عشان كذا موضوع الاختبارات اللياقة البدنية أو أول مستوى اللياقة البدنية بالحكم السعودي جيدة جدا. يعني أنت قلت كلمة أن يعني في بعض المسؤولين أو بعض اللاعبين أو بعض الإعلاميين فقدوا الثقة في الحكم السعودي، وهذا طبعا نقطة يعني لابد أن ترجع الثقة أول شيء في الحكم نفسه، ثقته في الحكم نفسه، وكذلك المسؤولين والشارع الرياضي واللاعبين في الحكم السعودي. أنت تشوف بكل أمانة شوف تقبل سواء للجهاز الإداري أو الجهاز الفني أو اللاعبين من قرارات الحكام الأجانب، وعدم التقبل في لما يكون الحكم سعودي. هذا ممتاز. طبعا له دور كبير في أداء الحكم صحيح. طيب أبو عبد العزيز، تكليفات اللي تقومون فيها طبعا كرئيس لجنة حكام، يعني كيف تحدث وعلى إيش المعايير اللي أنتم تتخذوها؟ أشوف أنت لا 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 تنسى أن في 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 عندنا مدير دائرة، وطبعا أنا يعني أتمنى وأتوقع أن بيكون دور كبير بالنسبة لمستوى ارتفاع المستوى الحكم السعودي. لنا معايير معينة، ولكن أوقات برضو أن تكون مشاركة الحكام السعوديين في سواء على مستوى الاتحاد الأسيوي أو مستوى الاتحاد الدولي تقلل من بعض مشاركات الحكام السعوديين. ولكن برضو أنت ممكن مثلا تخط يعني حكم معين ما يكون موفق في هذه المباراة، ولكن نتمنى إن شاء الله ان اداء الحكام يكون افضل في المباراه القادمه ان شاء الله. جميل. طب استاذ عمر، يعني في كذا وحنا مستعجلين لانه باقي لنا على الفاصل دقيقه، في محور في هذا الموضوع عن بيان نادي النصر تحديدا وحديث الامير فيصل بن تركي، لكن في نقطه على السريع خلينا ناخذها. عادي انه مثلا هاورد ويب ولا اي احد من المسؤولين اللي لهم علاقه مباشره بمسائل التحكيم اليوم في البلد انه يزور رئيس نادي او يروح يقابله، هذا يعتبر موضوع عادي متعارف عليه؟ لا بالعكس، هذا انا يعني تشوفه ايجابي. لا خطوه ايجابيه بكلام انا خطوه ايجابيه، وكويس ان جات من مدير الدائره. يعني احنا كان الفكره موجوده، ولكن بكل امانه كان عندنا بعض الاشياء لانه ممكن تروح مع احترامي تروح مثلا تزور نادي النصر اول يقول لك الهلال او الاتحاد او الاهلي كذا. علشان كذا انا اتوقع ان زياره مدير الدائره التحكيم للانديه خطوه ايجابيه. انا اتمنى ان شاء الله ان يكون فائده بالنسبه للتحكيم السعودي وبالنسبه للمستوى اللاعبين السعوديين ان شاء الله. جميل. طيب استاذ عمر، احنا نستاذنك والساده المستمعين والمستمعات في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حديثنا مع الاستاذ عمر المهنا حول التحكيم في السعوديه. فاصل قصير ونعود. اهلا وسهلا اعزائي المستمعين في القسم الثاني من برنامج المنصه على اذاعه الف الف الموجه السعوديه. انا جابر العميري وزميلي حسام الحارثي نرحب فيكم، وضيفنا العزيز الاستاذ عمر المهنا رئيس لجنه الحكام بالاتحاد السعودي. نرحب فيك مره ثانيه ابو عبد العزيز. حياك الله استاذ جابر، مساعدكم استاذ حسام. طيب ابو عبد العزيز، انت قلت طبعا عادي من وجهه نظرك انت، لكن المتلقي الرياضي يقول لك لا زيارات أنا ما أبغى. يعني أنتم كلجنة حكام ليش ما تبعدوا عن الشبهات وعن يعني في ناس ممكن يدخلوا في النوايا؟ لا يا سيد جابر، أنا قلت لك لو كان هذا الخطوة ما كانت لي بكون إلا إذا كانت بورشة عمل رئيسية أو صفر. لا عشان كذا هي يعني بزيارة يعني الحين رايح يقابل مثلا رئيس النادي او المدرب او كابتن الفريق، وبعدين بكل امانة بيكون ورش عمل يعني نفس اللاعبين الجهاز الفني الجهاز الاداري واللاعبين، وبرضه بيعرض يعني لقطات من المباريات حق نفس الفريق سواء يعني لقطات إيجابية أو سلبية، وبيكون صريح في هذا الموقف. يعني عشان كذا بالعكس أنا أشوف أنه خطوة إيجابية إن شاء الله.
طيب استاذ عمر، خطوه مثل هذه يعني نصنفها ان في نعتبرها مثلا كرده فعل على غضب الانديه وموجه غضب الانديه اللي حصل الفتره الاخيره، يعني هذه خطوه اولى خلينا نقول لمحاوله الاصلاح، يعني استجابه مع الانديه. انا هو انا من اول ما جاء كان هذه البرنامج او الخطه موجوده قبل ما تصير موضوع انه مثلا إن رده فعل يعني ما لها علاقه. ما لها علاقه عنده. هو من قبل اسبوعين او ثلاثة اسابيع كان في 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 نادي الاهلي وفي نادي الوحده وفي نادي نجران قبل ما تصير هاي دي، وهو وبرضه كان في الاسبوع اللي فات في نادي الهلال والنصر قبل ما يصير موضوع المباريات. يعني هذا من البرنامج وليس ردة خطة عمل، ما لها علاقة. خطة عمل يعني. جميل. طيب طالما ان الحديث عن هاورد دويب، خلينا هناك من يعني يتحدث انه في تضارب، ليه توضح لنا بس انه في تضارب في العمل بينكم، وايضا حسب علمي انه هو رفض عندما اخفق المرداسي رفض معاقبته وبانه حكم نخبه او وهذا السؤال يمكن يقود الى انه هاورد ويب ينظر للمرداسي انه من حكام النخبه. انا اشوف اول شيء موضوع ان في تضارب، ما في تضارب. العمل موجود في مهمات لجنه الحكام الرئيسيه وفي مهمات لدائره التحكيم، وما في تضارب. ولو في تضارب بكون صريح وبقول في تضارب. ما يتدخل في عملك. معلش يعني دائره التحكيم ترى مش في السعوديه فقط. في قطر، في البحرين، في الامارات. عشان كذا قلت لك في مهام للجنة الحكام وفي مهام للدار التحكيم. موضوع ان مدير الدائره ينظر للكابتن فهد المرداس انه من حكام النخبه، هو بالفعل من حكام النخبه، سواء يعني كان الاتحاد الاسيوي او الاتحاد الدولي، هو بالفعل من حكام النخبه. موضوع العقوبه، مع عقوبه انا قلت لك انا من الناس المؤيدين لعقوبه الحكم او الحكم المساعد. اي حكم يخطئ ويخطي تكون اول شيء اخطاء مؤثره، وتكون الاخطاء من وجهه نظرنا احنا كلجنه حكام او دائره. طيب ابو عبد العزيز، وليس من نظره الاخرين. ممتاز ابو عبد العزيز، انا ضد اعلان العقوبه يعني. طيب ابو عبد العزيز، انا اتكلم، خلينا نتكلم تحديدا عن المرداسي. مقارنة بين المرداسي والعرياني، العرياني تقريبا أعلن أنه إيقاف إلى شهر آخر، لكن بينما أنه المرداسي يقال أنا حسب علمي أنه تدخل هاورد دويب ورفض إيقافه، والدليل أنه شاهدناه في الجولات من بعدها على طول. أول شيء مع احترامي للكل، مش كل شيء ينكتب في الإعلام يكون صح. أول شيء موضوع أن عقوبة فهد العريني ولا عقوبة فهد المرداسي ولا عقوبة أي حكم، إحنا ما لعنا العقوبة. عشان كذا كل هذه الشهادات وليس واقع. إيه بس الواقع أنه المرداسي موجود موقف. لا أستاذ، أنا أنت الحين قلت لي فهد العريني العقوبة، قلت لك يعني كل هذه اجتهادات. معلش أبو عبد العزيز، خلينا عشان مستمع نوصل لنقطة. يعني المرداسي أخطأ، العريني أخطأ، صحيح؟ الاجتماع الشهر يقول لك أخطأ ولا ما أخطأ؟ إيه لا أخطأ، في أخطاء يعني تحكيمية يقول لك فيه، ولو أخطأ ما إحنا معلنين. معلش قلت لك هذه وجهة نظر، قلت لك هذه وجهة نظر الآخرين. إحنا كلجنة حكام لنا وجهة نظر أخرى، ولكن تقضي تامة إن سواء مدير الدائرة أو إحنا كلجنة حكام، إذا أخطأ الحكم بنقول أخطأ، وإذا ما أخطأ بنقول ما أخطأ. يعني مع احترامي، يعني أنا ما أبغى أدي، ولكن ترى في أشياء اللي جالسة تطلع في الشارع الرياضي مبالغ. عشان كذا إحنا عندنا اجتماع شهري، الاجتماع الشهري رايح نقول إذا الحكم أخطأ بنقول أخطأ، وإذا الحكم ما أخطأ حتى إذا كان رأي الشارع الرياضي إنه والله الحكم أخطأ، لا تقبغة تام إن إحنا بنكون هتعلنوا معنا. يعني هتعلنوا في أنا في اجتماع الشهري رايح نقول، ويعني لو أخطأ حيوقف. لا قلت لك رايح نقول إن الحكم
إذا أخطأ بنقول هذا أخطأ، وزي ما قلت لك أي حكم يخطئ أو أي حكم مساعد يخطئ وتكون أخطاء مؤثرة رايح يتم إيقافه، ولكن بدون إعلان الأخطأ. بدون إعلان أي. وإحنا اللي نقرر. جميل. طيب استاذ عمر، انا في هذه النقطه اللي تتعلق بالعقوبات والمناوشات ومطالبات الانديه والتعليق على كل صغيره وكبيره في اداء الحكام وكذا، خلينا نتفق على حاجه. انا مبدئيا يعني من الناس اللي ضد التعليق على اداء الحكام تماما، يصير اللي يصير وهذا ويلا هي كوره، لكن احيانا في سياسه تبنيتها استاذ عمر مشكورا طبعا في اللجنه، هي سياسه الشفافيه، وخليت الاعلام معك في كل شارده وارده وهذا، فالناس يعني من عشمهم فدائما يحبوا يعرفوا ايش اللي حاصل. احيانا ما تندمون على تبني الشفافيه هذه ولا الاجتماعات المفتوحه ولا المصوره ومنقوله؟ يعني احيانا ما ودكم تقولون نرجع زي اول واللي بيننا وانتم لا تعرفون ولا شيء؟ انا شوف انا بكون طعام بالنسبه لي. لا انا يعني عندي قناعه تامه ان يكون الشفافيه على طول. صحيح ان بعض يعني البعض كان مش مؤيد وجود الاعلام، ولكن انا وجهه نظري حتى لو ما كان يعني حتى لو ما كان حضور الاعلام، ولكن المفروض بعد الاجتماع يكون في سواء عن طريق مدير الدائره او عن طريق انا ان 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 نشرح للاعلام ايش اللي حصل، لان زي ما قلت في بعض الاخطاء ترى جالسين يعني يتصورون ان في اخطاء، واحنا وجهه نظرنا صحيح ان في اخطاء ولكن مش بالصوره هذه اللي جالس تظهر في الاعلام يعني. طيب ممتاز. ابو عبد العزيز، يعني انتم اوجدتوا تقريبا من سنتين او عملتوا على ورشه عمل من كثير من المختصين على لائحه العقوبات، وين يعني انتهيتوا منها او لسه او ايش؟ لا لا، هو انت احنا كلجنه حكام بكلام انا كلجنه حكام انتهينا، ولكن يعني اللائحه هذه عرضت على الزملاء اعضاء الاتحاد، كان في بعض الزملاء لهم يعني ملاحظات على هذه. بالعكس نتقبل هذه الملاحظات، ولكن ان شاء الله يعني سواء في الاجتماع القادم او بعد قادم رايح نقدم هذه الملاحظات، وان شاء الله يتم اعتمادها من الاتحاد السعودي ان شاء الله. طيب يعني خلاص انتم انتهيتوا منها، بس باقي اللجنه القانونيه؟ لا لا، هي ولا اعتمدت من اللجنه القانونيه؟ لا لا لا، الزملاء كان عندهم بعض الملاحظات، حاولنا ان نصلح هذه الملاحظات وبعدين نصح اللجنه القانونيه، وان شاء الله يعني بعد برضو وجهه نظر اللجنه القانونيه تكون ان شاء الله اذا في ملاحظات برضو نحاول نغير هذه الملاحظات ونعتمد ان شاء الله من الاتحاد السعودي ان شاء الله. جميل. طب استاذ عمر، سؤال اخير فيما يتعلق بس في مستقبل الحكام السعوديين والحكم السعودي، نثق فيه ونتمنى له كل التوفيق دائما وابدا. الحكم السعودي متى نشوفه يحكم في دوريات اخرى على الاقل وقريبه مننا وبشكل مكثف، لو على قول مستوى منطقه الخليج او الدول العربيه؟ هذا الشيء قد يكسب حتى الحكم يعني خبره وثقه بنفسه لما يجي اليوم يرجع للدوري ويحكم مباراه، حتى الناس تقول لك هذا الحكم يعني حكم في كل مكان واموره طيبه. متى نشوف حكامنا يعني منتشر؟ احنا عندنا كلام على يعني الاتحاد الكويتي مشهور العام في الزملاء حكموا مباراة كثيرة ومباراة مهمة في الدوري القطري. صارت مشاركات اي، بس انا اتكلم عن التوسع. التوسع طبعا من الافضل انه يكون تبادل، افضل انه يكون تبادل، لان برضو يعني من غير المنطق مثلا والله مثلا الحكم السعودي يروح مثلا يحكم في الدوري القطري وما يجي الامارات ولا يجي الحكم القطري او الامارات. صح. متى ما كان هذا التبادل راح تكون يعني تكون خطوة إيجابية بالنسبة للتحكيم الخليجي أو التحكيم العربي إن شاء الله. طيب ممتاز. سيد عمر، أنت مع الحكم اللي هو لسه يعني في بداية مشواره؟ صحيح. خلينا يعني نقول أنه مثلا عندنا حكام دوليين وحكام نخبة، لكن أنت مع الحكم اللي بيحاضر أثناء أداء عمله التحكيمي؟ وإذا ذلك يعني وين الحكام المعتزلين اللي لهم الخبرة في هذا الموضوع؟ ما عرفت إيش تقصد أستاذ. إيش خليني أكون واضح معك، المرداسي يعني من الناس اللي أصبح معلش أنا عشان لا ما تأخذه بشخص شخصي، لكن فعلا يعني في مواضيع بتحدث وهو تحت دائرة الجدل المرداسي، لكن قاعد بيحاضر محاضرات. صحيح.
أنا شوف يا أستاذ، أول شيء يعني لا نأخذ إحنا أن مثلا حكم أخطأ أن هذا الحكم خلاص، لا أنا أتوقع أن يعني فهد المرداف من الحكام المميزين داخل المملكة، المميزين في الاتحاد الآسيوي، المميزين في الاتحاد الدولي، يملك الإمكانيات اللي تساعد يحكم في 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 أي مباراة. عشان كذا لا نأخذ الأمور أنه والله مثلا حكم أخطأ في مباراة أو عدم توفيق في مباراة خلاص. إذا أنت تقصد كويس، ليش أنا قلت لك ما دي عشان توضح لي أكثر. الأخفهد كان مش موضوع محاضرة، لا كان هي موضوع مناقشة. مدير الدائرة رأى أن تكون مناقشة بين الحكم فهد وبين زملاء الحكام المساعدين. إيش أنتوا كحكام مساعدين تطلبون منا كحكام، وإيش إحنا كحكام نطلب منكم؟ فقط بالعكس أبو عبد العزيز، فهد لحد الآن حكم عامل وليس موضوع. نتمنى إن شاء الله يكون محاضر ومقيم بعدين إن شاء الله. بالعكس، أنا يعني يبقى الاحترام والتقدير للحكم المرداسي حتى وإن أخطأ، يبقى أنه حكم من الحكام المميزين للأمانة، يعني في له مشاركات والله إيجابية. حكم والله، مشاركات شكله في الملعب حكم. قلنا حكم، قلنا مو حكم، قلنا لاعب. أنا ما أعرف ميونك يا سر حسام وسر جابر، ولا كان قلت لك من أحسن حكم عندك أنت وكل واحد، لأن كل واحد. أنا أعتزل اللي عندي. كل أحد يعني في الرياضة هو دائما يقول عنده ميول واهتمامات. لا والله دائما نظرة مجردة. يعني شوف أبو عبد العزيز بعيد عن الميول للأمانة، لكن هي أسئلة يعني إحنا لما نطرح كبرنامج أو نناقش رئيس لجنة الحكام، يعني أنت صاحب الشان، أسئلة مطروحة وأسئلة متداولة، والكل يتساءل عن ليش هذا وليش كذا وليش كذا، فالتوضيح. أنا جاوبتك بكل وضوح. بالعكس، كنت واضح. هذا اللي معودنا عليه يعني، وهذا اللي احنا نعهده. هذا يعني هذا المبدأ بالنسبة لي. بالعكس انت كنت واضح وكنت صريح. والعكس، ان للأمانة انت كنت واضح وصريح معانا. بس خليني اروح لابو عبد العزيز، يقول دكتاتور يا ابو عبد العزيز يعني. اذا كان على هالهجوم اللي جايني وتقول هذا شلون صحيح لو كنت لا، بالعكس انا اقبل المناقشه. صحيح ان في اوقات تحتاج الى تاخذ قرار، ولكن بصفه عامه بالعكس ناخذ ونعطي مع الاخرين. ولكن اللي يحل في نفس ان اوقات انت لما تفتح الباب للكل ولا حد يعني مثلا يجي وبعدين يطلع في الاعلام، ولا انت تعال، انا ليس عندي اشكاليه ان تنتقدني بالاعلام، ولكن انتقدني بعد ما انا افكر الباب عليك. صح ولا لا؟ يعني لما انت جيت تنتقدني وما اسمع منك وما اخذ ذي، ممكن تقول والله انا جيت وما سمع مني ولا ذي، ممكن تروح للاعلام. ويكون يعني حتى لو في نقد هو بعيد عن الاتهام، واحنا دائما نشدد عليه. هو الناس تخطئ بما فيهم احنا، سواء حكام سواء احنا بشر، فالكل صحيح. يخطئ، لكن اهم شيء في مع الخطا ما نرفق انه دائما نقول هذا نيته شينه ولا يبي كذا ولا يعمل صحيح. يعني حسب اجنده. طيب استاذ عمر، بس استاذنك واستاذ المستمعين في فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال حديثنا. اهلا وسهلا اعزائي المستمعين مره اخرى في القسم الثالث من برنامج المنصه على اذاعه الف الف الموجه السعوديه. انا جابر العميري من خلف المايك، ارحب فيكم، وزميلي حسام الحارثي ايضا نرحب فيكم في حلقه، وضيفنا رئيس لجنه الحكام الاستاذ عمر المهنا ابو عبد العزيز. طبعا استاذ المستمعين وزميل حسام، احنا خلف كل حكم او طبعا خلف الحكم السعودي، ودائما نتمنى ان نشاهد الحكم السعودي يمثلنا خير تمثيل ويكون هو الواجهة الاولى، وايضا نتمنى ان ينتهي هذا الجدل من دائرة التحكيم السعودية، وتظهر لنا ايضا عملكم اللي للأمانة من اللجان اللي قاعدة بتعمل بشفافية.
أبو عبد العزيز خليني سؤال أخير قبل نودعك، إيش اللي أنت راح يقوله رئيس لجنة الحكام للسادة المستمعين؟ وأيضا هل أنت مع الحكم الأجنبي؟ وطبعا كان في طبعا أنت كرئيس لجنة حكام موجودين الحكام الأجانب كانوا تستقطبونهم وبناء على طلب الأندية، لكن هل ترى أن الحكم الأجنبي ممكن يضيف للحكم السعودي؟ أو أول شيء أطلب يعني إن شاء الله أنه يعني توفيق للتحكيم السعودي. أتمنى إن شاء الله أن نثق في قدرات الحكم السعودي. أنا ليس ضد الحكم الأجنبي، ولكن أنا ضد التعاطي قلت فيها الحكم يخطي سواء حكم سعودي أو حكم أجنبي، ولكن أتمنى أن لما يخطي الحكم السعودي ويخطي الحكم الأجنبي نقول هذا أخطأ لأن جزء من اللعبة، ونقول هذا أخطأ لأن جزء من اللعبة. وجود الحكم الأجنبي طبعا لا تنسى هذا قرار من الاتحاد السعودي ولازم احنا نحترم هذا القرار، ولكن أنا وجهة نظري 5 مباريات كثيرة. نتمنى إن شاء الله أن يكون لمدير الدائرة دور كبير في تخفيض إن شاء الله الأندية الطالب كل المباريات كل الموسم كل الموسم فلوسه مواجدة أجل خليه لا طبعا إذا كان هذا النظر ما راح يكون عندنا في الكامل في الأمانة. صحيح. برضو الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي ما راح يثق في الحكم السعودي إذا كان أنت صح إذا في هنا في البلد ما حنا ما نثق فيه. صح. صحيح. جميل. طيب هذا كان كل شيء معانا الليلة حول موضوع التحكيم. نشكرك أستاذ عمر المهنة رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي على هذه الإيضاحات والصراحة والشفافية اللي ورحابة صدر. أيه ورحابة صدر. أنت فرضت عندك في اللجنة واليوم تتمثل بهذه الشفافية في كل مكان. احنا نشكرك عليها حقيقة. لا واجبي أبو حاجبي الله يسلمك وأتمنى إن شاء الله التوفيق بالتحكيم. الله يحفظك. شكرا لك أستاذ عمر المهنة ونتمنى لك الليلة سعيدة. شكرا. بارك الله. طيب اعزائي المستمعين هذا كان حديث الاستاذ عمر مهنا رئيس لجنه الحكام، ما قصر والله اعطانا اليوم يعني المفيد. في برضو معانا ضيفنا جاهز معانا في طيب معانا كذلك الاعلامي المهتم بشؤون التحكيم والحكام استاذ محمد المرواني للحديث على نفس الموضوع اللي قاعدين نتكلم فيه اليوم من البدايه. استاذ محمد حياك الله. حياك الله أخو جابر، حياك الله، حيا الله مستمعينا الكرام. ومعك حسام الحارثي. هو صوتنا واحد ولا؟ والله ما أدري. وهلا أخوي حسام. الله يحفظك. دائما يلخبطوا فينا. والله حياكم الله على العموم زملاء وأصدقاء. الله يحفظك أستاذ محمد، حياك الله ونورت المنصة الليلة. الله يحييك. في أول ظهور لك إن شاء الله مو بالأخير أكيد. أستاذ محمد سمعت حديث أستاذ عمر مهنا كان معنا. نعم. فايش تعليقك على الحديث اللي كان من أستاذ عمر؟ من أي ناحية عمر تكلم عن نواحي كثيرة يعني. والله خلينا نقول على مسألة اللي هو يعني أنا في نقطة كانت لفتتني من الأول على مسألة الزيارات اللي بيقوم فيها هاورد ويب للأندية، ف يعني أنت تنظر لها بشكل إيجابي ولا بشكل غير والله ذلك؟ والله أنا بالطبع هي ننظر لها بشكل إيجابي وشيء جميل إن المسؤول عن التحكيم عن دائرة التحكيم في أول يعني شهر أو أول شهرين من حضوره انه يزور الانديه ويسمع اراء الانديه حول التحكيم وحول الحكام. جميل. ولكن زي ما قلت لك احنا مشكله الانديه ومشكله الجماهير ومشكله بعض الاعلام رئيس الاعلام سوء الظن يعني في تاويل اي التاويل وسوء الظن يعني لو كان عمر المهنا قلنا راح وزار الانديه من اول كان فسرت تفسيرات غير جيده، لكن لما نجد كخبير اجنبي واشياء لا بد ان ناخذ الشيء الايجابي منها يعني الانديه هي الاكثر يعني هي الاكثر اتفاقا بالتحكيم وخاصه مسؤولين كره القدم يعني ممتاز. فلما يقابل مدرب الفريق او رئيس الفريق او مسؤول الاحتراف او شيء من ذا ياخذ الاراء المفيده برضو هو يستفيد عن مرياته حول التحكيم وفي نفس الوقت يجد بعض الحلول ربما تكون غايبة عنه يعني غايبة عن هاورد ويب عن مجتمعنا عن ظروفنا عن الأشياء الموجودة عندنا يعني يأخذ فكرة من البداية هذا شيء جيد هاورد ويب يعني المخالطة اللي يقوم فيها هذه هي بكل تأكيد إيجابية يعني بتساعده في التعرف على المجتمع وبالتالي بالتأكيد إيجابية يعني احنا شفنا زار يعني حوالي أعتقد زار 5 أندية للآن زار الوحدة زار الاتحاد زار الأهلي أيوة زار الهلال وزار النصر
واكيد ان في بقيه المناطق يعني في زيارات قادمه ان شاء الله. ممتاز. استاذ محمد، وانت طبعا قريب ومختص في الشان التحكيم، حكم سابق، يعني انت فنيا كيف تقيم المرحله السابقه اللي هي التسع جولات بالنسبه للتحكيم؟ عمر المهنا قال نعم في اخطاء، ولكن نتمنى انه تكون فيه ثقه اكثر واكثر. احنا نسمع دائما يعني هذه الديباجه اللي انه خلوكم معنا دائما واقفين، وخلينا نعطي الحكم الثقه. ايوه فرصه والثقه. طبعا انا اتكلم يعني الحكم بصفه عامه، الحكم الجيد هو الحكم الاقل اخطاء. الحكم صعب انك تجد حكم بدون اخطاء، لكن الاخطاء اللي هي اللي تحسب او الاخطاء اللي ممكن انه يحاسب عليها الحكم هي الاخطاء المؤثره في نتيجه المباراه. يعني لما الحكم يرتكب اخطاء وتاثر في نتيجه المباراه بالطبع لابد أن يكون فيها عقاب وفيها لوائح وفيها من الأشياء هذه. لا، ولكن في نفس الوقت الحكم إذا أخطأ ولو لم تؤثر في نتيجة المباراة ولكنها أخطاء غير مقبولة، مثلا احتسب ركلة جزاء غير صحيحة ولكن الفريق الثاني كان لديه القدرة أن يعود للمباراة ويفوز، برضو أنا وجهة نظري أن الحكم ذا لابد أن يحاسب لماذا احتسب ركلة جزاء غير صحيحة. يعني الأخطاء المؤثرة والأخطاء الغير مقبولة، هي أخطاء عادية يعني تحدث، أخطاء عقوبات إدارية، أشياء من الأشياء هذه، يعني أعتقد أن الحكم أحيانا لابد أنه يقع فيها. أنا بتكلم عن نقطة هامة يعني. تفضل. يعني إحنا جربنا يعني لنا عدة سنوات وإحنا على 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 أسماء معينة للتحكيم السعودي تتكرر نفس الأخطاء ونفس وتعطى الفرصة بعد الأخرى. ولا يعني عندنا حكام شباب يعني نضجوا يعني عندنا حوالي 4 أو 5 حكام خلاص صاروا في مرحلة النضج، وبعضهم شفناهم لأول مرة زي الجولة الماضية ماجد الشمراني، شفنا قبله خالد السناني، فيصل البلوي، سلطان الحربي، خالد الطريس، عبد الرحمن السلطان، عندنا مشاري ترى من له فترة يحكم لكن ما أخذ الفرصة الكافية اللي تعطيك يعني. هذا السنة بشوفه يأخذ فرص أكثر، وهو بلا شك يستحقها، هو من حكام الشباب، هو يستحق الفرصة، ولكنه هو أقدم هؤلاء يعني من ناحية الخبرة. فأقول لك يعني حكام دور الستة والسبعة يعني أنا لازم أركز عليهم، يعني كخبير تحكيمي كهاورد ويد يعني عمر المهنة صقلهم في الدرجات الأدنى، في الدرجة الثانية، في الدورات، في دورات حكام الواعدين، يعني هؤلاء إنتاج عمر خلال 4 سنوات الماضية. الحين حان وقت زي ما يقولوا القطاف لهذه الثمرة أو لهؤلاء الناجحين. أنا ما أجيب حكم خلاص انتهى غير مقبول من الأندية، ربما له تاريخ ولكن أخطاءه كثرة، تتطالب بمزيد من الدمج يعني حكام أكثر. ربما عامل السن يا أستاذ سامي، عامل السن يعني الحكم لما يكبر وتكثر أخطاءه صعب أنك تصلح فيه، لكن الحكم الشاب يعني أنا لما يجيني حكم شاب ويخطي أخطاء يعني خطأين ثلاثة، ويجيني حكم خبرة أو حكم دولي يخطي لي 5 أخطاء 6 أخطاء 7 أخطاء وأخطاء مؤثرة بنتائج المباراة، لا في هذا الوقت لازم أقول له ستوب وأعطي الفرصة للحكم الشاب لكي أشوف إيش اللي عند الحكم الشاب هذا. يعني والله أستاذ هيام عندنا حكام مميزين إحنا نشوفهم في دوري الدرجة الأولى، في ركائل في كثير ممتازين ولا كثير، وشفنا بعضهم وبدأوا يعطونهم في دوري جميل هذه السنة، اللي أخذ 2 مباراة اللي أخذ 3 مباريات. يعني أنا بسوي لك مقارنة يعني بين حالتين بس، مين ومين؟ يعني حالة الحارس الهجر في مباراة الفيصلي ملائكة ضد مهاجم الفيصلي، التدخل يعني كان دخوله بدخول بإهمال الحكم خالد السناني احتسب ركلة جزاء. شفنا نفس الحالة أقوى منها الحالة مع الحكم دولي وحكم نخبوي اللي هو فهد المرداش في مباراة الأهلي والشباب، لم يحتسب شيء. أنا أشوف خالد السناني من الجولة اللي قبل الجولة اللي حكم فيها فهد المرداسي إلى الآن مثلا لم يأخذ مباراة ثانية مع أنه كان تقديره جيد جدا. نجي فهد المرداسي نعم حكم نخبوي، حكم على مستوى عالمي، حكم يشرفنا خارجيا،
لكن لابد أن تكون الفرص على قدر العمل وليس على قدر الاسم. يعني فهد المرداسي الجولة هذه عنده تكليف، بينما نجد الحكم مثلا خالد الثناني أو الحكم أو حكام ثانيين ما يأخذ فرصة ثانية مع أنه كان جيد. أنا نفسي المستر هاوت لا ينظر للحكم والتاريخ، ينظر لعطائه في الملعب سواء حكم كبير أو حكم صغير، هذا هو المطلوب. وصدقنا أستاذ حسام لو يعني هي الحاجة الوحيدة اللي ناقصة مبدأ الثواب والعقاب في الحكم السعودي. لو وجد الثواب والعقاب بنفس الدرجة على جميع الحكام، دولي أو درجة أولى أو درجة ثانية، صدقني كل حكم قبل ما ينزل الملعب يحسب حسابه انه حيعاقب. يعني هو رئيس لجنه الحكام بيقول احنا بنوقفه كذا، لكن ما نعلن، يعني ما هو لازم الناس تعرف ايش ايش العقوبه. احنا كمتابعين، احنا ما نتكلم الرئيس، احنا كمتابعين نشوف الحكم. يعني مثلا انا الكل اتفق ان فهد المرداسي ما كان في مستوى في مباراه الاهلي والشباب، ما كان في مستوى، ما نقول ما كان سيء، لكن على ما قال واجه حالات صعبه على قول المستر هاورد، لكن الحالات الصعبه هذه ما اتخذ فيها قرارات جيده. أنا فهد المرداسي أقول له لا بد أن تهتم في المباراة المحلية زي ما تهتم في المباراة الخارجية. جميل جميل. طيب أستاذ محمد المرواني الإعلامي والمهتم بشؤون التحكيم والحكام، نشكرك على هذا الحديث اللي خصيت فيه المنصة وتعليقك على هذا الموضوع تحديدا. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا أستاذ محمد، نتمنى لك ليلة سعيدة إن شاء الله. يا هلا حبيبي. طيب أعزائي المستمعين والمستمعات، زميلي جابر، نطلع فاصل قصير ونعود بعد الاستكمال ما تبقى من المنصة. أهلا وسهلا أعزائي المستمعين في القسم الأخير من برنامج المنصة على إذاعة ألف ألف، أنا جابر العمير من خلف المايك وزميلي حسام الحارثي، نرحب فيكم. وكان طبعا قبل الفاصل كان معنا ضيفنا الإعلامي محمد المرواني، وقبله طبعا رئيس لجنة الحكام، وتحدثنا عن ملف التحكيم وما يدور حول التحكيم من حديث في الوسط الرياضي. بس الآن احنا بس ايش رأيك، يعني تكلمنا عن التحكيم بذكاء بدون غرامات بدون شيء، يعني طلعنا منها كذا كويس. لا طبعا انت برنامج احنا معنا رئيس لجنة الحكام بنقول قدامه ما نقول بظهر احد يعني. طيب احنا نغلق هذا الملف وخلينا ننتقل أيضا في أحداث أخرى حدثت في مباراة الاتحاد والأهلي. صحيح. أو الأهلي والاتحاد، يعني كان في تداعيات، كان في مو تداعيات ولكن في أحداث من المدرجات. هذا هو حول حديث هذه المباراة. خلينا نرحب أمين عام النادي الأهلي الأستاذ عبد الإله مؤمنة. مساء الخير. مساء النور، يا هلا وسهلا. حياك الله أستاذ عبد الإله. يا هلا. أستاذ عبد الإله، خلينا نتحدث عن مباراة أمس. كيف شفت المباراة أول شيء؟ والله بطبيعة الحال والحاجة أهم الجماهير الأهلاوية، يمكن انتصار كان جميل أمام خصم عنيد، ديربي تاريخي بيننا وبين شقيق نادي الاتحاد. الحمد لله ربنا عز وجل نعم علينا بثلاث نقاط، وأنا أتوقع أنها مهمة جدا في مسيرة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة إن شاء الله. طيب أستاذ عبد الله، بالنسبة للأحداث اللي عقبت المباراة، يعني احنا كنا نتحدث عن المدرج وطبيعة الحال نبارك لكم الفوز والثلاث نقاط، لكن الأحداث اللي حصلت من بعد المباراة في خطوة، يعني احنا نتحدث تحديدا على رمي القوارير اللي حصل من مدرج الاتحاد بخصوص يعني على أو باتجاه اللاعبين ومنسوبين النادي الأهلي. النادي الأهلي والإدارة راح تتحرك في هذا الأمر، يعني بتطالب لجنة انضباط بشيء حاجة؟ والله احنا من نسان يمكن كان المصور الخاص بالنادي يمكن تعرض حتى لإصابة بأمانة، لكن بالنسبة لنا لن يكون هناك اتجاه إداري يمكن محدد، يمكن هذا الأمر يخص لجنة الانضباط. يمكن كانت ردة فعل الجماهير الاتحادية حقيقة كانت ردة فعل لم تكن يعني مقبولة لدينا، لكن في الآخر هو قرار يخص لجنة الانضباط، وإن شاء الله طبعا يعني احنا نترقب انه يكون طبعا في حفاظ على حقوق الجميع في هذا الملف الذاتي. ممتاز، شيء جميل. انت تحدثت انه ثلاث نقاط وكانت مهمة بالنسبة للفريق الأهلاوي، انتم كإدارة اغلقتوا هذا المباراة الأمس و أمامكم مباراة الفيصلي أيضا. والله شوف زي ما قلت لك احنا بالنسبة لنا يمكن مباراة الاتحاد هي لا تتجاوز ثلاث نقاط،
جمالها طبعا انها اتت امام خصم خاص ونادي الاتحاد، لكن بالنسبه لنا مجرد نهايه المباراه يعني بدانا والحمد لله الاستعداد للمباراه القادمه. اليوم الشباب دخلوا حتى التمرين الاستشفاء، المجموعه اللي ما شاركت كان لها تمرين. تركيزنا على كل مباراة على حدة، وإن شاء الله إحنا طبعا نعول كثيرا على نجوم النادي اللي الفترة الأخيرة يعني، والحمد لله طبعا يمكن الكل يعني يشهد على رتم التصاعد الفريق فنيا ونتائجيا. إن شاء الله إحنا حريصين على الحفاظ على هذا الرتم التصاعدي، يعني الشباب حاسين بالمسؤولية، وبإذن الله نتمكن من إرضاء وتحقيق محافل الجمهور الأهلاوي على الفترة القادمة. جميل. طيب أستاذ عبد الله، خليني أسألك على بعض المطالبات الاتحادية واللي كانت زعلانة من يعني فيديو انتشر للاعب محمد أمان قبل المباراة. واصلكم خبر عن الفيديو أولا؟ والله أنا يمكن ما أدري فيديو خاص محمد أمان بخصوص إيش؟ يعني هو في كذا كلمة أساء فيها يعني حسب تعبير الجمهور الاتحادي إنه أساء لهم، يعني قالوا غير مقبول يعني وصفهم بكلمة كذا وزعلوا. يعني عشان أكون معك صادق أنا ما شفت الفيديو، لكن طبعا في بعض الأمور الشخصية اللي يمكن تمس اللاعب بصفة خاصة. احنا في الاخر احنا متفقين كمنظمه رياضيه، يعني بالعكس احنا حريصين انه الدور الرياضي والدور الاخلاقي بالنسبه لنا في النادي الاهلي هو رساله، لن نرضى باي تجاوز. انا حقيقه اني برضه عشان اكون معك منطقي ما شفت الفيديو، لكن في نفس الوقت احنا نعرف ان لعيبتنا يعني والحمد لله يمكن على مستوى اغلبهم نجوم منتخب وطني وعندهم من الوعي والثقافه اللي بالتاكيد انه هم لن يتجاوزوا الموضوع الأخلاقي، لكن كما ذكرت في البداية قد تكون في بعض الأمور الشخصية وإحقاق الحق. أنا ما شفت الفيديو، لكن أنا طبعا أؤكد أن نجوم النادي الأهلي تعرف معنى المفهوم الاجتماعي الخاص بالنادي الأهلي وحريصين عليه. هو أستاذ عبد الله أمانة الفيديو ما هو منتشر انتشار كبير جدا، ولكن يعني حتى حديثنا عنه ما هو اللي بقصد الإشارة له، بقد ما هو يعني كنا نبغى بس نستثمر وجودك معنا اليوم، قلت مدام أمين عام النادي الأهلي ممكن يعطينا خبر أو حتى يطمن الجماهير الاتحادية بشيء، يعني الناس زعلانة شوية. لا زي ما قلت لك احنا بالعكس احنا يعني حريصين يعني على الحفاظ على العلاقات مع كل الأندية ولن نقبل بالخطأ على اي نادي، لكن انا يعني افضل انه طبعا اذا ما كان في شيء محدد يتم التوجيه للاعب. لكن انا اعرف مثلا ان اللاعب محمد امان لاعب ذو اخلاق عالية ومتأكد انه مستحيل يكون هي ترى يعني حتى كانت على سبيل المزح. صحيح. هي كلمة تتردد، يعني خلينا نكون واقعيين، هي كلمة تتردد كثير في الشارع الرياضي بين الشباب وبين هذا في وصف يعني بعض الجماهير، وهذا بتعدي دائما سلامات يعني، لكن لما جت من اللاعب يعني في فيديو نزع. خلينا نتكلم بكل صراحه، يمكن في بعض الفيديوهات المتداوله خاصه بالنجوم، يعني بالذات نتكلم عن ديربي الكابتن محمد نور، يمكن يعني خلال الخمس سنوات الاخيره في كل مباراه قبل المباراه بنشاهد نوع من التحديات، فطبيعي انت لا تتوقع انه مثلا ديربي بين الاهلي والاتحاد ما يكون في شيء يعني. بدون مثلا نوع من الاثاره، من احنا كمان ما حد يقدر انه مثلا اللعيبه انه مثلا هذا، بالعكس هذا اي شيء فيه اثاره في ارتفاع للديربي امر يعني وارد في الفتره الاخيره، ففي تحديات بين اللعيبه. يمكن محمد امان يمكن يعني يمكن نفس الشيء هو رده فعل يمكن لمحمد نور، لكن في الاخر بقول لك يعني هذه الامور يعني لا تحسب يعني بنوع من التعمد او الاشاء للطرف الاخر. لا تماما صحيح. صحيح. انا كلهم ضد هذا التوجه، كلهم نجوم ونحترمهم ونقدرهم حتى لو واحد زل ترى ما يوقع على الشاطر، سواء في النادي الاهلي او في نادي الاتحاد. عبد الله طبعا الاستاذ عبد الله امين عام النادي، رساله اخيره انت ممكن توجهها للجماهير او كاداره انتم يعني او للاعبين او في هذا الموسم، وين يعني رايح الفريق؟ والله الحمد لله شوف انا بقولها احنا في النادي الاهلي يمكن الجميع لمس يعني بغض النظر عن طبعا الموسم الماضي، الحمد لله يعني احنا في رتم تصاعدي في الفريق، في تحسن عام حتى في 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 في, في طريقه النادي الاهلي، في شخصيه النادي الاهلي داخل الملعب، الكل يشهد الاهلي الان من الحراسه الى الهجوم، يعني تشاهد الى جانب النتائج تشاهد ابداع تشاهد جمال، حتى الخصوم بامانه يعني كلهم يعني بيتلذذوا في مشاهده فريق النادي الاهلي. انا اتمنى والله اقولها من قلبي يعني من الجمهور الاهلاوي خلال الفتره الجايه يكون هو يعني كما تعودنا في الفترات الماضيه يشيل الفريق يدعم الفريق، وطبعا الجمهور الاهلاوي ما يحتاج دعوه من زملاء ولا او اي احد من مسؤولي النادي، نحن عارفين انه قد ان شاء الله، لكن طبعا الفتره القادمه تتطلب تضافر الجميع، دعوه الى حتى اعضاء شرف النادي الاهلي، الفتره هذه فترة مهمة، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى
يعني يمكننا ويمكن الشباب الإدارة الحالية من تحقيق طموحات النادي الأهلي. صدقني إحنا بالنسبة لنا يمكن كفريق عمل والله حريصين على إرضاء وتحقيق فرحة لهذه الجماهير، والحمد لله يعني على الأقل خلال الفترة الماضية يمكن شهدنا تحسن كبير في نتائج الفريق وحتى في أداء اللاعبين. جميل، ممتاز. احنا نتمنى كل التوفيق دائما للأهلي وجميع الأندية السعودية في منافستها الشريفة على اللقب. أمين عام النادي الأهلي الأستاذ عبد الله مؤمنة، نشكر تواجدك معنا في المنصة وهذه الإضاحة. شكرا يا حبيبي. شكرا 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 لك. شكرا. طبعا والله ترى قال نقطة مهمة، انه على لأنه الأهلي يلعب كورة حلوة وأداء تكتيكي كويس، ده حتى في كباتن فرق زعلانين طلعوا في التلفزيون يقول لك الأهلي ما لعبونا، يقول لك ما ادونا كورة. هذه والله كانت من أعجب التصريحات اللي أنا سمعتها في حياتي، انه يقول لك والله شوف كيف يلعب وما كيف يلعب. والله كل واحد يعني اللي تكسبه لعبه يعني امكانيات. نعم. الفريق الاهلاوي الان من يعني هو ما غش الاهلي ما غش، هو كان يلعب كوره لا بيقدم كوره جميله وبيقدم كوره. والاهلي يعني من زمان بيمتعنا من الانديه الاهلي والهلال و يعني للامانه يعني وكل الانديه نستمتع اكيد اللي يقدم كوره حلوه احنا معاه على طول. طيب بعد ملف التحكيم وتداعيات ديربي جده خلينا نطلع على الرياض ساده مستمعين وجابر في اخبار شويه يعني خلينا نقول ايش غير ساره لمحبي الانديه المتضرره. في شويه اصابات وفي نتحدث عن اصابه طبعا قائد نادي الشباب كابتن احمد عطيف اللي اصيب بقطع جزئي في الرباط الصليبي ومتوقع إجراء فحوص إضافية لتحديد العلاج اللي يحتاجه بالضبط. نادي الشباب بيقول تمزق جزئي في الرباط الصليبي لأحمد عطيف وسيتم تحديد مدى حاجته للعلاج أو الخضوع إلى عملية جراحية. نتمنى كل السلامة طبعا للكابتن أحمد عطيف. كيف تشوف إصابة أحمد عطيف؟ والله أول شيء نتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله وإن شاء الله تكون سليمة بإذن واحد أحد. الكابتن أحمد يعني من اللاعبين اللي ممتعين داخل الملعب، يعني اتمنى له الشفاء ان شاء الله والله. وهي الاصابات ترى قدره مكتوب يعني طبعاً. احيانا صحيح. تجي الواحد يلعب ويكرف في الملعب، واحيانا تجي اصابات لاعب ما لعب ولا مباراه رسميه زي اللاعب تركي الجلفان مدافع نادي الاتحاد اصيب برضو بقطع في الرباط الصليبي وهو ما لعب ولا مباراه رسميه مع الاتحاد. كانت اثر تدريبات او مباراه وديه خضوها امام الربيع في معسكرهم اللي في الطائف وجات له اصابه. احنا برضو نتمنى لتركي الجلفان كل السلامة. ولأي لاعب حسين عبد الغني برضو طبعا عنده إصابة بس ما أعرف إيش وضعه. أكرم خاف لما قلنا إصابة حسين عبد الغني. طبعا كان كمان أيضا لاعب إسماعيل المغربي لاعب الشباب تعرض كان هناك في إشاعة أنه كسر وفي شكوك أنه كان في كسر في الضلع يعني لا الحمد لله لا الحمد لله اللاعب سليم وهي كدمة بس بسيطة هولوها شوية لا هو كان هو حتى اللاعب يقول يعني كانت في شكوك انه يكون كسر لكن الحمد لله يعني كويس الحمد لله. نتمنى لجميع اللاعبين الشفاء وابتعادهم عن الاصابه والاصابه تظل قضاء وقدر. اكيد احنا نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله واللي تعبان يرجع بالسلامه للملاعب ان شاء الله في اقرب فرصه نشوفه يمتع جماهيره ومحبيه. واحنا طبعا يعني نتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله باذن الله. اكيد احنا وصلنا حسام لنهاية حلقتنا ونودع السادة المستمعين الكرام أكيد. ونقول لهم ان شاء الله بكرة ان شاء الله بإذن الله الجديد عبر المنصة بكرة ان شاء الله على نفس الموعد. هذا أنا حسام الحارثي وجابر العميري نقول لكم تصبحون على خير. تصبحون على خير وخليكم مع زايد الصالح. ابتلينا هذه هدية لك يا حسام ولو أكرم عاد تعرفني ما أحبها.